اليوم الثامن والعشرون من شهر توت المبارك. إيمانك قد خلصك. نفسي تنتظرك في كل حين يا ربي، يفرح قلبي بحلولك يا سيدي. فتعال اليوم واملأني بسر الإيمان الطاهر الذي يجعلني ملتصقا بك كل حين. أعني يا ربي كي أتلامس معك وأمسك بيديك، فتنشلني من هاوية الشرور وظلمة الجحيم. أعطني من الفتات الساقط يا سيدي من مائدتك، كي تشفى نفسي التائهة الضالة. هبني يا نبيع دموع كثيرة في مشاعر حب حقيقي وانصحاق قلب، حتى أنال السلام والهدوء والمغفرة من كنز تحننك يا مخلص الصالح. أعطني شركة آلامك واملأني بسر العذائف الألم، كي أثبت إلى المنتهى وأحيا لمجدك، مترجيا سر قيامتك في ذاتي كل يوم وكل ساعة. ربي يسوع ثبتني فيك، اكشف لي عن نعمتك وحبك كل يوم يا محب البشر، ولك كل المجد إلى الأبد. آمين.